الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وإلامة تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها يا فرج الله. وإلامة تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت آثارها. إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت كفارها. قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشاد وخالفت جبارها. جارت عليه ببغيها ولطالما من جور جائرة القضاء أجارها. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة مذ غديت تنعى أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها. قطعت أمي يمينها ويسارها. جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نايا. يا
رضوا سليلة أحمد بالباب أي حتى أنبتوا في صدرها مسمايا يا رها عصر ابنتي الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا فليتك تنظر استعبارها يا سيدي والعبد سود متنها فاستنصرت والعبد سود متنها فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصارها أي من ضرب العصا ما ظل حالها ولا ظل حيل من ضرب العصا ما ظل حالها ولا ظل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده شيعها ودفنها بليل رد بس يجذب الحسرة وبس يتلهف عليها أي نفسي أي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا إحسان. نسأل الله لنا ولكم أن يكتبنا من شيعة فاطمة الزهراء ومحبيها، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك إساءة وإحسان. الإساءة فعل، وردة الفعل يعبر عنها في علم النفس بالاستجابة. هناك فعل واستجابة للفعل، وهذه الاستجابة تتفاوت من شخص إلى آخر، من نفسية إلى نفسية أخرى. بعض الأحيان الإنسان يساء إليه فيرد الإساءة بإساءة، هذه طبيعة الناس، عامة الناس هذه طبيعتهم وفطرتهم، إذا أسيء إليه يرد الإساءة، يحب يرد الإساءة بإساءة، بل في بعض الأحيان يرد الصاع صاعين والكيل كيلين، إذا قال له كلمة يقول له كلمتين وثلاثة. هذه الطبيعة، الطبيعة العامة للناس أن يرد الإساءة بإساءة. فإذا كانت نفسه شوية كبيرة، إذا كان صدر رحب، يرد الإساءة بإغضاء بسكوت، لا يرد الإساءة بإساءة، لأن الشرع علمنا، القرآن علمنا أن نرد الإساءة بإغضاء بسكوت بغض الطرف. يقول عز من قائل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو
مروا كرامة، يسكت سلامة يعني يغض الطرف يقول له سلام يسكت. واحد من أهل الشام ذاك اليوم في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه أتى إلى المدينة، يقول للإمام الباقر في المدينة في مدينة جده رسول الله، يقول له لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. الإمام عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له لو قلت لي عشرة لما قلت لك كلمة، أنت لو تقول عشرة تسبني عشر مرات أنا ما أرد عليك ولا كلمة. هذا الفرق بين هالشخصية وهالشخصية، هالنفسية وهالنفسية. هذا مو مؤدب، مو ملتزم بأصول القواعد الأخلاقية الإسلامية، يجي للإمام الباقر يقول له هالشكل. الإمام متأدب بالقرآن، متأدب بآداب جده رسول الله، يقول له لو قلت لي عشرا لما قلت لك واحدة، يسكت عنه يغض الطرف. يحتاج الإنسان إلى نفسية شوية واسعة، صدر رحب، حتى يتحلى بهذه الصفة. إذا أسيء إليه لا يرد الإساءة بإساءة، إنما يرد الإساءة بإغضاء. هناك مرحلة ثالثة، المرحلة الثالثة صعبة صعبة صعبة، ولا يقدر عليها إلا ذو حظ عظيم، أنه يرد الإساءة بإحسان. إذا أسيء إليه ما يرد الإساءة بإساءة ولا بسكوت وإغضاء، إنما يرد الإساءة بإحسان، يحسن إلى من أساء إليه. في زيارة أئمة البقيع صلوات الله عليهم أجمعين تقرأ أشهد أنكم قد أسيء إليكم، أنتم أساءوا إليكم فغفرتم ورددتم الإساءة بالإحسان. إحنا عدنا أيها الأخوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أمثلة وشواهد كثيرة في حياة الرسول والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، أمثلة كثيرة كثيرة أنه ردوا الإساءة بإحسان. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، يجي واحد أعرابي يسحب من رداءه حتى تحمر رقبته، يبقى الأثر في رقبة النبي، وين؟ في المدينة، يوم اللي كان رسول الله سيد الناس، يوم اللي مؤسس دولة، يوم اللي أصحابه مسلحين من حوله، فيبتسم في وجه الأعرابي يقول له يا أخ العرب ما حاجتك، يسأل عن حاجته ويقضي له حاجته. هذه من يقدر يسويها؟ أنه يرد الإساءة بإحسان. واحد آخر أيها الأخوة أذكرها على عجل، هذه القضية يذكرها البحار المجلسي وينقلها من البحار الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في كتابه كحل البصر في أحوال سيد البشر. يقول إجا رجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوزع غنائم، فإجا وقف يطلب، هو مو من المقاتلين مو من المجاهدين ما يستحق شيء، فطلب شيء أعطاه رسول الله منحه، فاستقلل شاف المبلغ قليل فغضب، هذا الأعرابي غضب ووقف أمام الناس في وجه رسول الله يقول له لا بارك الله فيك ولا جزيت عن أهل ولا عشيرة خيرا، شنو تنطيني مبلغ قليل؟ فاستوفز الأصحاب، نهضوا جردوا سيوفهم يريدون، هذا يسب النبي حكمه القتل، فهدأهم رسول الله ثم أخذ بيد الرجل إلى بيته، أكرم وفادته أحسن إليه، ثم ضاعف له الهدية، قال له يا أخي العرب أنت ما كنت مو من المقاتلين مو من المجاهدين ما تستحق، بس ما يخالف أنا أعطيك حصتي، فأعطاه زيادة فرضي الرجل. قال له هل رضيت؟ قال بلى والله رضيت،
رضيت وبارك الله فيك وجزيت عن أهل وعشيرة خيرا. فقال له رسول الله قال أنت ذاك الكلام قلته أمام أصحابي فصار في نفوسهم عليك، نقموا عليك، هذا الكلام أنت جاي تقوله بيتي بيني وبينك، فلو تطلع برا أمام أصحابي تقول هذا الكلام الثاني حتى تخلو نفوسهم، حتى يعني نظرتهم إليك تتغير. قال بلى يا رسول الله مستعد. فأخذه النبي أمام أصحابه قال له هل رضيت؟ قال بلى يا رسول الله رضيت وبارك الله فيك وجزيت عن أهل وعشيرة خيرا. فهدأت النفوس وللحديث تتم ما علينا. أقول كثير ما كان رسول الله وأهل بيته يردون الإساءة بإحسان. إحنا عدنا في حياة واحد من المعصومين أنهم ردوا الإساءة بإحسان، اتخذوا هذا النهج، نهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله طريقا ومسلكا ساروا عليه واحد. يكفيك أنتم كلكم تسمعون تعلمون تعرفون قضية الحسين مع الحر ابن يزيد الرياحي. طيب هذول جيش مقاتل قطع الطريق عن الحسين وجعجع به وببنياته، أرعب قلوب بنات رسول الله 1000، لكن نظر أبو عبد الله شاف هذول عطاشة قال أسقوهم ورشفوا الخيل ترشيفا، الرجال أسقوهم خلي يرتوون، إنما الخيل الحيوان يحتاج سطلة مي، فيقول خليه الحيوان ياخذ رشفة. ورشفوا الخيل ترشيفا، رشفة. طيب سقاهم وسقى خيولهم وهم أعداء وقاطعين عليه الطريق، جند مقاتل محارب، مع ذلك رد. لو كان الحسين بأبي وأمي يحتفظ ذاك اليوم بهالماء اللي أعطاه للحر وأصحاب الحر 1000، أما كان هذا الماء يكفيه يوم عاشوراء؟ ما كان يعطش، لكنه هذه نفسه الكريم، هذه أخلاق الإسلام، أخلاق القرآن، يرد الإساءة بإحسان. طيب الآن واحد يسيء إليك، طيب من حقك أن ترد الإساءة بإساءة، وإذا واحد نفسه كبيرة يسكت، وإذا نفسه كبيرة يرد الإساءة بإحسان، هذه واضحة. لكن واحد يحسن إليك ما يسيء، يحسن إليك، لازم ترد إحسانه بإساءة؟ ترد إحسانه بإساءة؟ هذا السؤال إقراري. يقول عز من قائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا السؤال. إحنا عندنا سؤال استفهام، وعندنا سؤال استنكار، وعندنا سؤال كذا، وعندنا سؤال إقرار، يعني مو هكذا، مو هالشكل، تقرون بهذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب مرة واحد خادم هندي ولا خدامة بالبيت تحسن إليك، تسوي أكثر من المطلوب، تحسن تخدم العائلة والبيت، فأنت ترد إحسانها بإحسان. ولا واحد يهودي كافر جارك أحسن إليك، ترد إحسانه؟ هذا نهج قرآن، هذه أخلاق الإسلام، بل هذه فطرة البشر، هذه فطرة. حتى غير المسلم، حتى الملحد يعرف أن جزاء الإحسان الإحسان. طيب أنا أتساءل، هذا رسول الله إيش كثر أحسن إلى هذه الأمة، هذا كان جزاء؟ قتلوا ذريته، أحرقوا أبوابهم، قتلوا أطفالهم، سموهم، داسوهم تحت حوافر الخيل، هذا كان جزاء الرسول؟ رسول الله
تعرف شنو سوى أيها الأخوة؟ الرسول صلى الله عليه وآله ما أحسن إلى أهل مكة والمدينة قبل 1400 سنة. الإحسان النبوي مستمر إلى اليوم معنا، أنا وأنت اليوم والأمة الإسلامية، أنا وأنت اليوم نهتدي نعرف القيم الأخلاق المبادئ ببركة الرسول صلى الله عليه وآله. هذول كانوا في المدينة اللي هي يثرب قبل أن تكون المدينة، عناصر الفتك الثلاثة كانت تفتك بهم. يعني لو كان رسول الله متأخر 20 سنة ما كنت تسمع مدينة اسمها مدينة أو يثرب، ما أحد منهم على قيد الحياة. عناصر الفتك الثلاثة، يعني شنو عناصر الفتك الثلاثة؟ يعني كان يغزوهم المرض في كل عام مرة أو مرتين، أمراض فتاكة قاتلة ما يعرفون علاجها ولا يعرفون يشخصون المرض، ما تدري الكوليرا، ما تعرف الأمراض الأخرى، يموتون. المرض يفتك بهم، الفقر المدقع يفتك بهم، الجهل الشديد يفتك بهم. هذه كانت المدينة فيها فقر، جهل، مرض. السمهودي أيها الأخوة في وفاء الوفاء يذكر، شوف جهلهم، شوف تخلفهم، التخلف العقلي والتخلف الفكري والتخلف التخلف في كل أبعاد حياتهم، في كل أبعاد حياتهم، حتى مكة، ومكة أيضا. السمهودي يذكر، أنت سامع هذه الأشعار اللي النشيدة اللي قروها لما دخل رسول الله استقبلوه، قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الثنية مدخل، يعني المدخل، دخل رسول الله من هذه الثنية. هذه الثنية بالذات كانوا يسموها ثنية الوداع. ليش يسموها ثنية الوداع؟ لأن اللي كان يدخل المدينة من هذه الثنية كان يودع أهله، خلاص في أمان الله، ما يعرف يرجع إليهم سالما ولا يموت ولا يبتلى بالإيدز والكوليرا والملاريا والأمراض التي كانت تفتك بهم. يودع أهله يدخل، فكان الناس خايفين، يجي إلى يثرب للشغل العمل، فخايف، خايف راح يدخل هالبلدة يطلع منها سالم أو ما يطلع، فيسموها ثنية الوداع. فكانوا يقال لهم، هذول اللي يدخلون إلى يثرب، كان يقال لهم إذا تحب أن تسلم ما يصيبك المرض وتعود إلى أهلك سالما، لازم تقف على باب يثرب ثنية الوداع، تقف عندها وترفع صوتك، تنهق نهيق الحمار 10 مرات مثل الأحمار، تنهق حتى تسلم من الأمراض. شوف الأمراض وشوف التخلف، هذا الانحطاط النفسي والفكري والاقتصادي والسياسي. طيب، رسول الله دخل المدينة، نظفها، طهرها، زرع فيها، أجلكم الله المجاري كانت في الشوارع، أمر رسول الله بتغطيتها، وزرع الإذخر بيده، كان يزرع الإذخر النبت المعطر، وعلمهم النظافة، ويعني غرز في نفوسهم الإيمان والعلم والأخلاق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بعث في الأميين رسولا منهم، شو يسوي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. أولا يتلو عليهم آيات الله، يعني يجعلهم مؤمنين بالله، ويزكيهم، يزكي نفوسهم، يعلمهم الأخلاق، يشيل الأخلاق السيئة، يخلي بدالها أخلاق فاضلة حسنة، وبعد يعلمهم،
يعلمهم الكتاب والحكمة. هذول كانوا أمة متخلفة، بعدين لما انتشر الإسلام في المدينة تحول إلى كل أنحاء الجزيرة، ثم إلى كل أنحاء العالم، ثم إلينا. إحنا اليوم نعرف الإسلام يقول لنا اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإسلام يقول لنا لا تظلم، لا تسيء، لا تشرب الخمر. الإسلام يقول لي صل رحمك، احسن إلى الأيتام، كلامك يكون صادق، التزم بالأمانة بالصدق. الإسلام حملنا على الدين وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى الطهارة والنظافة. هذا الإسلام، هذا رسول الله. طيب ليش ثم ما حمل شيئا لنفسه، ما أخذ شيئا لنفسه رسول الله؟ الأصحاب استغنوا، صار بعضهم، بعض الأصحاب لما مات ورثته يكسرون الذهب اللي عنده بالفؤوس، بالفؤوس، بينما رسول الله مات ومديون 700 درهم وفاها عنه علي بن أبي طالب. دخل يوما من عادة الرسول، كان إذا جاء من سفر أول بيت يتعاهده بيت فاطمة، وإذا أراد السفر آخر بيت يتعاهده بيت فاطمة. ثم في كل يوم يجي يمر صباحا ومساء على بيت فاطمة، وكان ربما كان في بيت عائشة ففتح كوة فتحة، الصبح يطل على بيت فاطمة وبالليل يطل على بيت فاطمة. الآن أبين لك خصائص فاطمة، علاقة الرسول بفاطمة. ذاك اليوم دخل إلى بيت فاطمة وفاطمة بالانتظار أنه يجي أبوها، وإذا به نصف الطريق في البيت عاد طلع ولم يسلم على فاطمة. سألت الزهراء بأبي وأمي شوي خير، ليش الرسول ما جاء يسلم؟ قالوا ما ندري والله، أجى إلى نصف الطريق نظر إلى البيت وطلع. فعلمت ليش الرسول اليوم ما سلم عليها. ذاك اليوم علي بن أبي طالب محصل غنائم، محصل ستائر، ستائر ثمينة معلقتهم في البيت، ومحصل قلادة من فضة على جيد فاطمة، وأقراط من فضة في أذني الحسن والحسين. شافت هذا المظهر ما يعجبه رسول الله، ما يحب يشوف في عند أهل بيته قلادة وأقراط وستائر غالية. قامت إلى الستائر فخلعتها، وإلى القلادة فنزعتها، وإلى الأقراط أخذتها من أذني الحسن والحسين، لفت ذلك كله بالستائر وقالت لولديها، قالت اذهبا بهذا إلى جدكما رسول الله وقولا يا رسول الله تصدق بهذا. فدخل الحسنان يتخطيان رقاب الناس ووضعوا البضاعة بين يدي رسول الله. قال يا رسول الله إن أمنا تبلغك السلام وتقول تصدق بهذا، إحنا ما نحتاج. فلما نظر رسول الله رق لها وبكى وقال فداها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. ثم أتى بيت فاطمة قال لها بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إحنا آل محمد عد الله لنا الراحة والخير في الآخرة مو في الدنيا، بالدنيا ما عدنا شيء. مات وهو مديون، ما في بيت فاطمة شيء إطلاقا، لكن هذا الجانب المادي. تعال إلى الجانب المعنوي، شوف رسول الله، أنا ما يكفي هذا الوقت أريد أن أختصر. شوف رسول الله وعلاقته بفاطمة. لاحظوا أيها الأخوة، عند جملة قالها في حق فاطمة ما قالها في حق أحد لا من الرجال ولا من النساء،
يقول رضا الله من رضا ابنتي فاطمة، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. في حق من قال النبي هذا الكلام؟ طيب، الرسول تزوج وعدة مرات، وصحابته تزوجوا، لكن ما اعتبر أي مهر من اللي هو قدمه لنسائه ولا غيره، ما اعتبر أي مهر مهر السنة إلا مهر فاطمة. طيب، هو رسول الله متزوج، هو مقدم مهر، لكن ما اعتبر المهور اللي قدمها هو لنسائه هذا مهر السنة، إنما مهر فاطمة اعتبره رسول الله مهر السنة. آية 2، لما نزلت آية المباهلة أيها الأخوة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. رايح للقاء الله، رايح يدعو دعاء لازم يستجاب الآن، الآن لازم يستجاب، ما في مجال هذا الدعاء يتأخر. طيب، عند نساء، ما أخذ من نسائه إلا فاطمة، فاطمة الطاهرة المقدسة التي أذهب الله عنها الرجس. وش كثر الآن أنا في الطريق مع ابن عمي سماحة السيد إبراهيم القزويني، يقول لي في كتاب خصائص فاطمة، يقول قال لها صلى الله عليه وآله: فاطمة مني وأنا منها. هذه قالها في الحسين وفي فاطمة. وهكذا أنت لو تتبع تجد أشياء كثيرة، مواقف كثيرة خصها فاطمة، فاطمة رفع من شأنها، فاطمة ينحني يقبل يدها، فاطمة فاطمة فاطمة، ما يخلص الحديث عن فاطمة. إلا أن السياسة الحاكمة الدولة الأموية والعباسية عتموا على الزهرة، 1000 سنة عتموا على الزهرة، أخفوا مناقبها وفضائلها بأبي وأمي. أذكر لك هذه القصة أختم بها حديثي. أبو الفتح المنطيقي يقول: كنا قاعدين عند كافور الأخشيدي، سامعين الكافور الأخشيدي؟ هذا من حكام مصر ثم ملك بلاد الشام، وهو من المماليك. لو قارين تاريخ المماليك، كافور الأخشيدي من المماليك، وكان شاعره المتنبي، ثم المتنبي زعل عليه وذمه في قصيدة من جملة أبياته يقول: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا عن كافور الأخشيدي. كافور أيها الأخوة كان شرطي، فصار ملك، ملك مصر وبلاد الشام. يقول هذا أبو الفتح المنطيقي، يقول: يوم كنا قاعدين عند كافور الأخشيدي، أنا أختصر القصة، تغدينا وأكل وراح نام، أو تعشينا ونام، ثم أصبح فجأة نادى على أعوانه، قال: روحوا في سوق النجارين، أكو واحد شايب أعمى منجم فوال، هذا جيبوه تعالوا، وإذا ما لقيتوا قالوا لكم هذا ميت، اسألوا عن أهله عائلته أولاده وجيبوا لي خبرهم. راحوا رجاله ثم عادوا إليه، قالوا له: هذا اللي تقول عنه توفى، لكن عنده بنتين، واحدة متزوجة، واحدة بعدها بنت باكر. قال: روحوا دوروا عليهم. فراحوا وبحثوا عن البنتين، أحضروهما، فملك
كل واحدة من البنتين قصراً، وأعطاهما أموال وملابس، وأعلن في الناس أن هالبنتين من جماعة الملك السلطان، حتى الناس يعرفون قدرهم ومنزلتهم. يقول سألناه قلنا له خير شنو، شنو الموضوع، شنو هذا الفوال وبنات الفوال؟ قال أنا كنت يوم اللي كنت شرطي مريت بالسوق فناداني أبوهما، وكان ضرير لكن كان منجم، أجلسني قال لي أقعد، قال لي أنت فلان الفلاني؟ قلت له نعم. قال أنت عندك مستقبل زاهر، أنا رأيت في طالعك أنك تملك هذه البلاد. يقول أنا ما صدقت، طلعت درهمين عندي في جيبي أعطيته فرمى بالدرهمين، قال لي أنا أبشرك هالبشارة العظمى، أقول لك راح تملك مصر وبلاد الشام، تنطيني درهمين؟ شيل عمي، شيل درهمينك روح، لكن لو صرت، لو تحققت نبوءتي لا تنساني، لازم تحسن إلي كما أحسنت إليك. قال فوعدته. لما قمت أروح قال لي لا تغدر فيغدر بك، إذا صرت لازم تحسن إلي تذكرني، وإذا أنا كنت ميت تذكر أولادي، ما يخالف؟ قلت له بلى إن شاء الله. يقول راحت الأيام والسنوات، أنا اليوم حاكم مصر وبلاد الشام. نسيت، أمس بالليل لما نمت شفت الرجل في المنام، مسكني قال لي يا كافور لا تغدر فيغدر بك، شوف أولادي. فأنا انتبهت، أرسلت إلى بناته أحسنت إليهما وسويت اللي شفته. طيب تصور واحد منجم يقول للشخص يتنبأ له بنبوءات أفرحته وتحققت. طيب هذا سيد الكائنات وأهل بيته لم يطلب منهم شيء، ما أخذ شيء، لا مات مديون، إلا أنه كان دائما يكرر يقول الله الله في أهل بيتي، الله الله في أولادي، ترى لا يجي يوم أشوف الزهراء محصورة بين الحائط والباب، لا يأتي يوم أشوف علي بن أبي طالب وقد خضب راسه، خضبت لحيته بدم راسه، لا يجي يوم أشوف الحسن تفتت كبده قطعة قطعة، لا يأتي يوم وأشوف عزيزي الحسين تحت سنابك الخيل أطفال مجزرين كالأضاحي. عز عليك يا رسول الله، عز عليك، والله يا أنا أخجل، أخجل للي صار. ماذا جرى على قلب رسول الله؟ ماذا جرى على قلبه لما شاف هذه المصائب، هالمحن، هالأهوال؟ الصلاة والسلام عليك يا بنت رسول الله. يقول مولانا الإمام الصادق ما زالت بعد أبيها وهي معصبة الرأس، باكية العين، حليفة الفراش، يغشى عليها ساعة بعد ساعة، إلى أن حضرتها الوفاة، اغتسلت، لبست أطهر ثيابها، دخلت حجرتها تقرأ القرآن، قالت يا أسماء، أسماء تخدمها بالبيت، قالت يا أسماء أنا أدخل الحجرة أصلي أقرأ القرآن ما دام تسمعين صوتي فبها، وإلا ترى أنا آخر يوم من حياتي، وإلا فاعلمي أني ميتة. تقول أسماء دخلت حجرتها وأنا أسمع ذلك الصوت العذب بالقرآن، تصلي ثم انقطع صوتها. أجيت فتحت الباب وإذا بها ممددة، ناديتها يا بنت رسول الله لم تجبني، وإذا بالحسنين قد دخلا، أقبلا إلي قال يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت سيدي إن أمكما نائمة.
قال ما ينيم أمنا هذه الساعة، هذه ساعة صلاتها عبادتها. توجه رأسا إلى حجرتها وإذا بها ممددة ألقيا بنفسيهما على صدرها، يقول الحسن يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسن، ويقول الحسين يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسين، كلميني قبل أن تنشق مرارتي وتخرج روحي. تقول أسمع أنهفتهما، قلت سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما. فقاما مسرعين مهرولين دخلا مسجد رسول الله وهما يبكيان. استقبلهما الصحابة قالوا ما يبكيكما يا ابني رسول الله، أتبكيان لفراق جدكما؟ قالا لا، وإن عز علينا فراقه ولكن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. قام أمير المؤمنين مسرعا مهرولا. أنا كنت أسمع بعض الخطباء قديما يقول هرول إلى البيت مضطرب بأبي وأمي على حال فاطمة، هرول حتى كبى وسقط على وجهه. دخل الدار توجه إلى حجرة فاطمة، جلس عندها أخذ رأسها ضمه إلى صدره وهو يقول يا أم الحسن والحسين كلميني فأنا بعلك يا علي، يا بنت رسول الله كلميني. عند ذلك فتحت عينها، جعلت توصي وصاياها تقول لي يا علي ما عهدتني خائنة ولا كاذبة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال أعوذ بالله أن أوبخك بمخالفتي. قالت إن لي وصايا أريد أن أوصيك بها. قال أوصي أوصي يا بنت رسول الله وأنا منفذها. قالت إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله، وكفني وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، ولا تشهد جنازتي أحدا من هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو الله. يا أبا الحسن وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة فإنها لولدي مثلي، واجعل لها يوما وليلة ولأولادي يوما وليلة، ولا تصح في وجوههما فإنهما يصبحان يتيمين غريبين منكسرين. يا أبا الحسن وتعهد قبري بقراءة القرآن فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. ثم غمضت عينيها ومدت يديها وأسبلت رجليها وفارقت روحها الدنيا. هي رحم الله من نادى وفاطمة وسيدته. طيب لما مضى من الليل شطره، هذا المشهد الحزين نختم به. لما مضى من الليل شطره وضعها أمير المؤمنين على المغتسل، غسلها. تقول أسمى بين علي يغسلها وأنا أصب الماء إذ وقف جانبا يبكي. قلت ما يبكيك يا أبا الحسن، أتبكي لفراق فاطمة؟ قال لا، وإن عز علي فراقها ولكن يا أسمى بين أنا أغسلها وإذا أرى ضلعها مكسورة. غسلها حنطها كفنها
قال علي: ولما هممت بأن أعقد أزرار الكفن ناديت: يا حسن ويا حسين ويا زينب ويا أم كلثوم، هلموا وتزودوا من أمكم، فهذا الفراق واللقاء مع جدكم في الجنة. أقبل الحسنان وألقيا بنفسيهما على صدر أمهما وهما يقولان: يا أم الحسين ويا أم الحسين، إذا لقيتي جدنا فقرئيه عنا السلام، وقولي إنا أصبحنا يتيمين غريبين منكسرين. قال علي: أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا علي يا علي ارفعهما، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء. تالي هالشجان وزاد همي وهيج الغمي، وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي. يوم صاحت الزهرة: خلوا عن ابن عمي. صاح الرجس: يا قنفذ ولك بالصوت رد ليها، رد ليها وروعها او لوعها وهي تنادي. لفرع واشتكي لله بكل اللي علي يا سادي، يو خلوا عن الكرار التي يتمون ويا يا لادي. تبكي والعصا ويلاه تتلوى على يديها، من ضرب العصا ما ضال حال لها ولا يا ضلح. لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل، غسلها علي بيده شيعها ودفايا يا نهبلي. فقضت فاطم وفي الجنب منها أثر للسياط من أعداها، أم من بنت من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا، اشف مرضانا، اشف أمراضنا، المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. احفظ وأيد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين، سيدنا آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، اللهم احفظه ومن يلوذ به. تقبل
هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين